صباح الخير أصدقائي وأعزائي من قناتكم الملكة والأمير. الملكة هي العذراء ومرجرجس الأمير. أحبائي وأصدقائي، أشكركم وأشكر كل من تفضل واشترك بالقناة، القناة المفضلة التي قد تتحدث دائما عن الحقائق وعن كل ما هو يبحث عن الحقيقة. في حقيقة الأمر خلينا نتكلم باللغة الدارجة عشان الناس بتزعل من اللغة العربية. الموضوع موضوع الأخطراني عبد المسيح اللي أصبح جدلا بين كل الشعوب والعالم بأكمله، وبصفة خاصة الشعب المصري. إن الأخت رانيا، لقد وضعت العنوان أن الأخت رانيا طعنت مسيحي. هي لم تطعن مسيحي فقط، بل طعنت المسيحيين بأكملهم طعنة نازفة في قلوبهم، وجعلت الدموع تنزلق من عيونهم ولعدة أسباب. أولا هو اختفائها، فهذا كان سبب مؤثر كبير على طعن زوجها وأمها التي تبكي وأخوتها وبناتها الثلاث. لا أطيل في هذا الكلام كثيرا، ولكن لماذا قلت إنها طعنت مسيحي؟ بل طعنت مسيحي مصر جميعهم، لأنني أعلم أن الأخت رانيا هي أخت فاضلة وكانت خادمة جيدة، وهذا بقول الآباء الكهنة والقصوص بكنيستها بمحافظة المنوفية. ولكن الأخت رانيا عبد المسيح طعنتنا كمسيحيين بأكملنا، والسبب الرئيسي هو أنها كانت عضوة في منظمة دينية ليس لها أي سلطة أو ليس لها أي نفوذ أو ليس لها أي وضع قانوني، فهي ليس بمثابة قانون ولا بمثابة مؤسسة اجتماعية أو خيرية، بل هي منظمة أو مؤسسة قد تم عملها من أجل حل المشاكل بين الأقباط والمسيحيين، وهي لم تحل أي مشكلة منذ إنشائها. أعيب عليك يا أخت رانيا عبد المسيح أنك تعلمين أنك أم لثلاثة بنات، والبنات في أشد الحاجة إليك. نحن كلنا نخدم الرب ونخدم إلهنا على قدر استطاعتنا، وأنت كأم كان يكفي عليك أن تكوني خادمة في كنيستك، ولا داعي أن تكوني رئيسة في قسم كذا، بعضوة في حزب شهداء أو منظمة شهداء أو هذا من الكلام. ولكن هذا العتاب هو عتاب أخوي من مواطن مصري قد جرح وقد طعن منك، وأعلم أن هذا كان بدون إرادتك. ولكن عزيزتي رانيا، إن كل جميع المسيحيين لم يصمتوا ولم يسكتوا، بل دائما يقومون بالسؤال عنك، وهناك من الأشخاص الكبيرة يرسلون مذكرات إلى السيد النائب العام ومدير الأمن ورئيس الوزراء مجلس الوزراء ووزير الداخلية وإلى رئاسة الجمهورية. صدقيني، نحن دائما نبحث عنك ولن نتركك، ليس من أجل غرض أو هدف أنك تعودي إلى المسيحية، ولكن من أجل إعادتك إلى أسرتك الكريمة. أنت أم فاضلة وأخت مصرية، ولك علينا كل الحب، لك علينا كل المودة.
أحب أن أعلمك أيضا أن الإخوة المسلمين وهم كثير جدا جدا يحزنون عليك حزن تام، ولكن الحزن قد ألم الكنيسة أكثر من مسيحي ومسلمي مصر. أخت رانيا، لا داعي ولا وقت للعتاب بيننا، فإنك كنت عضوة في هذه المنظمة وهو بيت العيلة، ولكن الهدف هو إعادتك إلى أبنائك وإلى أسرتك. نحن علمنا أنه قد تم القبض على المتهم الأول الذي كان يعمل بمدرسة أشرف حبيب وكان في التحقيق، ولا نعلم لماذا حتى الآن لم يتم نتائج أو لم توضع نتائج التحقيق التي تمت. هل هو بسبب وجهات نظر من الأمن القومي أو الأمن العام؟ لا نعلم، ولكن الذي نعلمه أننا هذه الأيام في وسط أزمة وهو أزمة كورونا التي تعيق جميعا أو كثير من الناس عن عملهم. ولكن أحبائي وأصدقائي، أريدكم أصدقاء قناة الملكة والأمير أن لا تزعلوا مني، لأنني أعاتب الأخت رانيا على ما فعلت بما اشتركت في بيت العيلة، كما أعيب عليك أيضا وأعلم أن هذا برضو ربما يكون بغير استطاعتك، ولا أعلم هل أنت بالحقيقة التي ظهرت على الفيديو الذي فيه أعلنت وأشهرت إسلامك، لأنه بذلك طعنت مسيحي مصر طعنة قوية. إنك ليس من شهداء ليبيا في نفس القوة، وهم أولاد وأسود الصعيد. إني أحب المنيا كل الحب الشديد، لأنها تخرج دائما أبطال وشهداء وشجعان، وهم بلد القوة، القوة الإيمان. حينما أذهب إلى أحد الأديرة أجد أكثر من 50% هم من أبناء المنيا، بالرغم منها من أكبر محافظات مصر في المساحة، فهم يربون أولادهم. وبرغم أكثر المحافظات قد تكون فقرا، إلا أنهم أشد إيمانا بدينهم. أيضا لا أطيل عليكم أيضا في هذا الموضوع، ولكن أحب أن أنبه كل أم وكل زوجة وكل أخت وكل أخ، اغدم ربك واغدم وطنك في أحزاب قد تكون معتمدة من الدولة ومعترف بها. لا داعي للاشتراك هنا أو هنا من أجل برستيج، الله لا ينظر إلى هذه الأوضاع الدنيوية، الله ينظر إلى قلبك، الله ينظر إلى حبك، ينظر إلى حبك له. فأنت إن كنت أنت التي ظهرت في الفيديو أعلنت وأشهرت، لا يحزنني أنك أعلنت إسلامك، فأنت في الأول والآخر مصرية، أنت في الأول والآخر مصرية. ولكن أعلم جيدا أن المسيحي مصر حزنوا في داخلهم، لأن هناك حزن شديد على أخت لهم قد خسرت المسيح. إن ذهابك إلى الإسلام لا يزيد من الإسلام ولا ينقص من المسيحية، ولكن أنت جدفتي على الروح القدس، والرب قال من جدفني من أنكرني على الأرض أنكره في السماء، لذلك حزن مسيحي مصر عليك. لا أعيب عليك
بكثرة الكلام، لأنك أنت ما زلت في أزمة، وربما لو كنت في مكانك لكان حدث لي أكثر من ذلك، ولكنت فعلت مثل ما فعلت. أختي وبنتي وحبيبتي، حبيبتي في المسيح، تقوي وتشجعي إن كنت ما زلت حية، إن كنت ما زلت حية. لا أعلم لماذا الصمت حتى الآن عن ظهورك، لماذا لم تظهري مرة ثانية، ولكن أريد أن أعلم أن الله كما يقول دائما أبونا القديس العظيم والذي أعتبره قديس بالنسبة لي، أبونا داود لمعي، تقووا وتشجعوا، لأن الله هو ضابط الكل، هو الذي سمح بذلك، وسمح بموضوع الأخت رانيا عبد المسيح لكي يعلمنا أننا لا نقع في هذه المواضيع مرة ثانية، ولكي يعلم بناته وأولاده. ويقول دائما أيضا أبونا داود دمعي: أرجوكم حافظوا على أسرتكم، حافظوا على الدفء. أكرر دائما في كل فيديو الحفاظ على الأسرة الدافئة، كن بجانب ابنك ودردش معه وتناقش معه، لأنه ابنك هو الذي سيكون شابا وأنت تعجز، فهو الذي يكملك، يكملك، يكمل شبابه بعجزك فيجعلك شابا مثلهم. الابن أو البنت هم سند لأبائهم. أحبائي وأعزائي، صلوا دائما أن يقلل الله من الفترة التي تقضيها الأخت رانيا عبد المسيح بعيدة عنا، وصلوا من أجل مصر الحبيبة، مصر البلد التي كلنا جميعنا نعتز بها أنها بلد القوة، بلد الحب، بلد المحبة. حقيقة إنه في عصر هذا الرجل العظيم، الرجل الذي يعتبر أول رئيسا للجمهورية، يحضر قداس الميلاد لحبه لوطنه، لا يفرق بين مسيحي ومسلم. لا ذنب لنا من الذين يعملون معه إن كانوا متعصبين أو إن كان بهم مازالوا التخلف الداعشي، هذا لا يعيبه. فأصابعك كل صابع مختلف عن الآخر، فانظر إلى صابعك تجد في المنتصف الصابع الكبير، فاعتبروا أنه الرئيس الجمهورية وحوليه أصابع مختلفة، ليس هناك صابع في طول الصابع الآخر. هذا جيد جدا يا أحبائي أننا نعيش في مصر في عصر هذا الرجل القوي الباسل الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعلم أنني أهان وأشتم في هذا الفيديو بأنني أدافع عن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنني لا أطبل كما يقول الآخرون ولا أدلل، إنني صحفي على قد حالي. قناتكم المفضلة قناة الملكة والأمير تحب كل أصدقائه، ولو عجبكم الفيديو أحبائي وأصدقائي في المسيح وفي مصر الإخوة المسلمين أيضا، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، ولكم مني كل الحب والسلام دائما. أشكركم.